هذا لا يحدث كل يوم. طيب الفريق المركز الثالث، المركز الثالث حصلوا عليه المجموعة الثالثة. أما المركز الأول، المركز الأول والمركز الثاني راح يكون بينكم سؤال فاصل لأنه في تعادل. سؤال فاصل. سؤال فاصل. أبغى ترشحون لي واحد منكم من هنا وترشحون لي واحد منكم من هنا. أبعلمك الخبر. رشحوا لي واحد من هنا وواحد من هنا. روح روح يا دندون روح. بطل يا جيان. تفضل هنا. ركلات الترجيح. عايد يا مخرج اجي هنا تسمح لي؟ عاد المخرج، عاد المخرج يطفي دقات القلب لانه وترنا. ايه طيب مكاني كويس يا مخرج؟ صح مكاني زين؟ طيب طيب الآن في سؤال فاصل. أنا بعت عنكم عشان معي الأوراق حتى ما الأسرع اللي جاوب يعني؟ الأسرع اللي يعطيني الجواب بشكل سريع. أحس فيها شوي ظلم. سؤال سؤال يمكن أعرف الجواب ما جاوبت بسرعة. اللي يعطيني الجواب بشكل سريع يكون فريقه هو الفائز. زين؟ يلا. والمعلومية لو تدخلتوا وعطيتوا الجواب الصحيح أنتم ترى فريقكم يخسر، أنتم الفريق الثاني. خلاص خلوا، أنت عطيتوا الثقة لزملائكم، خلاص الثقة تكون عندهم. تتوقع تعطينا الجواب السريع بشكل سريع؟ إن شاء الله. طيب نبدأ وعلى بركة الله. والسؤال سهل جدا جدا جدا. هذه ما تنكسر لو جلس عليها. السؤال يقول ما هي بعطيكم سؤال إذا أعطيت الجواب الصحيح ولا انتقلت لسؤال آخر. سؤال سهل جدا. ما هي الغزوة التي، ما هي الغزوة التي جرح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحد. أحد وإجابة صحيحة. والمبروك المبروك. خلاص إجابة صحيحة. مساءت بالخير من ضار علم وحنا بالتطور نجيب الجديد طموحاتنا.